ثقافات عادية. اللي يقرا هذه المجموعة يعني هيستبعد ان تكون عمل اول. وانا حدث معايا نفس الشيء، قريت المجموعة كلها وتبين لي ان الصعب. انا قعدت اسال وبص، مش مكتوب ولا سيرة ذاتية ولا مكتوب اعمال سابقة ولا حاجة، وتوقعت ان تكون عمل اول، في حين ان القصص كلها يعني اللي يخليني استدل على انها مش عمل اول، اولا النفس الطويل في القصص كلها، يعني القصص اللي بتتراوح من 60 صفحة الى 20 صفحة، والعالم فيها محكي بهدوء وروية لدرجة انك انت لقينا امال الشريف مفتونة بالحكايات ومتذكرها ومتذكرة بالتفاصيل. فاحنا على الاقل الكتاب الاول بيبقى بيضم قصص انت تقدر تقفش فيها ملامح واخطاء العمل الاول. هنا على الاقل النفس الطويل مع احكام سرد قصة بتستمر احيانا لعشرين سنة وزمن طويل، وقصة فيها اكثر من شخصية زي ما اشار الدكتور يسري، اذا انت قدام شخص مدرب على الكتابة القصصية، ادي واحدة. الحاجة الثانية ان في تقنية قصصية، عادة الكاتب اللي بيكتب للمرة الاولى او الكتاب الاول بتلاقي القصص كلها تبدأ من الف الى ب الى ج الى د بشكل مسلسل. في هنا تقنية في الخمس قصص ان القصة بتبدأ في منتصف القصة زمنيا، تتقدم الى الامام قليلا وترجع للخلف، اما فلاش باك او حلم او اي شيء، وثم تعود لتتقدم الى الامام لما الى ان تنتهي من الاحداث الآنية حتى نهاية القصة، بيكون الفلاش باك رجع بيك لحد اول القصة. ودي ما يعملهاش ايضا كاتب بيكتب للمره الاولى، لان غالبا هيبدا هو من اول ولد البطل في كذا، ونهايه القصه بتكون نهايه البطل. التفاوت اللي موجود في مستوى القصص، وده بيلمحه اي قارئ هيلمس ان فيه المستوى في بدايه القصص هادئ شويه، ممكن انت يبقى لك ملاحظات عليه بالذات في القصه الاولى اللي هي علاقات عادية، وصفصاف حتى نفسها اللي هي يعني شايفة ممكن تكون سامية أبو زيد مبسوطة منها، أنا شايف إنها قصة فيها كلام، إلى أن بيزداد التألق والإمكانيات القصصية والتحكم في العالم، بيبدأ من أول القصة الثالثة يصل إلى الذروة في القصة الصدر. في النصال الصدر يخليك تقول ان انا شايف ان في فواصل زمنيه للكتابه، يعني ممكن تكون دي قصص الاونيه مكتوبه من فتره، ومع التمرين على الكتابه ومع طول المده بتبدا المهارات تظهر، وهي حطت زي ما اشار اسامه برضو القصص بالترتيب الكتابه. ربما الكاتب دايما يشعر ان اول قصه كتبها ديت هي ابنه البكر، فممكن تكون علاقات عادية دي من القصص الأولى، وأنا شايف إنها من القصص الأولى فعلا. الملحوظة اللي باينة في المجموعة إن علياء مصطفى الأشياء اللي هي بتعرفها بتكتب عنها بجدارة وبأهمية، يعني في قصة بتاعت هايدي دي خريجة يا إما فنون جميلة أو هندسة قسم معمار، فبتتكلم لما يأتي الكلام حوالين الفيلا حوالين الرسوم والأشياء الداخلية، الكلام لوحده بيتظبط، الخطاب السردي بتلاقيه محكم ومظبوط زي ما يكون محكم من الداخل. أيوه من الداخل، هي دي زي محامي مثلا ما يلخص لك قضية أنت بيكتبها في حاجة بسيطة خالص وواضحة ومحكمة، هي كده. لكن تيجي مثلا في القصص يعني اشارت لده سامي ان القصص اللي فيها حاجات خارج هذا التخصص هتلاقي انت ليك ملاحظات عليها، يعني في زي فكره المستشفى اللي هم شغالين فيها دي، مش باين ملامح المستشفى عام ولا خاص ولا ايه بالظبط، والناس بيبدلوا نبطشات الصبح بدري ليه كده، والحالات بيتخانقوا عليها ليه، ثم مفيش ولا حاله واحده معروف تشخيصها ايه، يعني الناس دي بتشتغل كده زي ما انا بالظبط اتكلم عن خطوط السكة الحديد وأنا ماليش علاقة بالسكة الحديد، فهتكلم عنها كأني بتكلم عن حاجة عادية. فالناس في القصة اللي هي
القصة الأولى وقصة صفصاف مفيش أي تفاصيل حتى تشبع نهم القارئ وتحسسني إن علياء مصطفى في هذه المجموعة في شطرة زي ما في قصة هايدي. في صفصاف مثلا قال طبيب في قرية وغريب عن القرية وبيجي والبنت مريضة ما نعرفش حتى نوع المرض ايه وبيجرب دواء برضو ده كلام يعني حاجة رومانسية خالص وده بيعيدك في قصص هذه المجموعة الى مثلا غالة الكاميليا الى الرومانسية عند محمد عبد الحليم عبد الله اللي هي من المفترض انها تتجاوز هذه المرحلة. القصص كلها بديعة وجميلة لكن مهيش كل ليس ده كل شيء واظن ان علياء جايه الورشه عشان تسمع الملاحظات اكتر من ما تسمع المديح في هذه المجموعه متجاوزه ومعديه وكل حاجه لكن علينا ان نكثف اذا كنا هنكتب قصه قصيره نقلل شويه وما نتوهش في عدد الشخوص ونركز على رساله واحده في كل قصه يا اما اذا كنا هنمشي على هذا المنطق يبقى احنا بنقرب اكتر زي ما قالت الى عالم الروايه. اللغه طبعا بديعه وجميله لكن في النهايه احيانا تحس ان السرد بيقع منك في لحظات تحس بنوع من الاسترسال في منطقه معينه تحس انك انت خرجت من ثوب القصه القصيره الى عالم اخر لا تتحمله. القصه القصيره دايما بتبقى عايزه تصيبك بالدهشه ونهايتها تبقى فيها مفارقه ونهايه حراقه تخليك بعد ما تخلص القصه تصرخ من الدهشه والمفارقه. محتاجين ايضا عند علياء في الاعمال القادمه يعني جزء من الادهاش لان اي عمل ادب سواء قصصي او روائي لابد ان يكون في شيء مدهش. يعني الناس اللي قاعدين حوالين هذه الترابيزه قروا كتير جدا. ايه الكتابه اللي هتخليهم كلهم يقولوا هذه كتابه فارقه؟ لازم حاجه جديده. ليه الجديد ده بقى؟ ده مهمتك انت في الاعمال القادمه لكن يعني بنهنيكي ومبروك وتحيه.